الله اوقاتكم احبائنا في كل مكان. اليوم احنا متواجدين في صاله الارينا في جامعه عمان الاهليه. ان شاء الله حيكون اليوم في حفل لقناه طيور الجنه في صاله الارينا. طبعا راح نوريكم كيف الاجواء خلف الكواليس ورا الستيج, راح نوريكم كيف النجوم ايش تعداداتهم. خليكم معنا. اهلا وسهلا, اي اول واحد برو كيف؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ كل عام وانتم بخير. بخير وصحه وسلامه. شو مجهز لنا عن مباراه اليوم؟ طبعا لازم, بما ان احنا في الاردن الحبيب, لازم نغني اغنيتنا الحبيبه يا اردن, وان شاء الله كمان الاغاني تحبوها دائما تشوفوها وتتابعوها على قناه طيور الجنه. ان شاء الله راح تشوفوا اشي راح يعجبكم من عمو براء. ويا حلو بسمتها زادت حلاوتها, يا حلو بسمتها زادت حلاوتها, ومشات طلعتها ما تغمض اجفانها, ما تغمض اجفانها, ما تغمض اجفانها. خلينا نشوف مين في جوا. مرحب, اهلا وسهلا. كيف الحال؟ يا مرحبا يا مرحبا. شو اخبارك عمو خالد؟ يا مرحبا والاستاذ. واهلا وسهلا عمو مصعب. اهلا وسهلا, كيف الحال؟ شو اخبارك؟ ملك الكواليس. والله الحمد لله. ملك الكواليس. ملك الاوديو. الاوديو بالضبط. بلاي باك. كيف حالك عمو خالد؟ يا هلا يا عمو خالد. نعم شو اخبارك؟ على عيونك كل عام وانت بخير. اول استعدادات على قدم وساق الحمد لله, وان شاء الله امور طيبه تعجبكم باذن الله. لا جمهور حلو وحفل حلو, مفاجاه حلوه اليوم, اول مره اشياء على المسرح. اشياء حلوه اليوم راح تعجبكم ان شاء الله. كفي انت الحلو يا زلمه. بس اوكي نروح عند عمو مراد. اهلا وسهلا. يا هلا, مساء الخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه حبيبي عصوم. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. عمو مراد شو محضرنا اليوم لجمهور الاردن؟ والله محضرين هيك بعض المفاجآت إن شاء الله تعالى. هيك اللايف يعني في أكيد لازم, في لازم العتابة, لازم أول العتابة الأساسية لازم, ونشيدنا إن شاء الله المعهود بإذن الله تعالى. أولاد وبنات كل واحد الله يعطيه توم وتومين وثلاث. عيننا عيننا الحمد لله عنا توام. عيننا عيننا الحمد لله عنا. يلا سوا سوا مع السلاوي يلا هوب. اهلا وسهلا. اهلا, كيفك يا باسل؟ الحمد لله. شو اخبارك وانت بخير؟ شكرا. باسل انت اظن اول مره بتطلع حفل مع طيور الجنه صح؟ الحمد لله. ومستعد؟ اه. يعني شو مجهز اليوم للجمهور جمهور الاردن؟ مجهز الاغاني اللي غنيتها طيور الجنه على الصوت ومفتاح القلب, وبتمنى من الجمهور الحبيب يتابعونا على القناه ان شاء الله راح تعجبهم. وهي معانا كمان جادو. كيفك يا جادو؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ منيح؟ شو راح تغني اليوم؟ انا جاد. انا اياد. انت جاد راح تغنيها؟ وحتكون حفله حلوه. حتكون حفله حلوه. احكي لهم ان شاء الله راح تعجبكم الحفله. ان شاء الله راح تعجبكم الحفله. شكرا لك يا جادو. عمر وبلا في انا لا ما بعانت فيه, انا هيك بجازي سبق باحسان وفضله, يابا سبق باحسان وفضله. ايادو كيفك؟ الحمد لله. ابلع ابلع بسرعه, بدنا نسوي مقابله. اوكي خبيها وراك. شو تاكل انت هلا؟ الجزر. الجزر المفيد. انت لسه طلعت على المسرح ولا لسه؟ لسه. يعني هلا كمان شوي دورك. شو راح تغني؟ ومتعن نلعب سوا ارمي طابب. طب يلا 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 باي. يا محلى دنيتنا علي علي زقفة فوق, هاي 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 علي علي زقفة فوق, هاي هاي هاي
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يسلمك. كيف شفت الحفل؟ ما شاء الله شيء بيتجنن. عجبك كثير كثير كثير. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله الله يسلمك. كيف شفت الحفلة؟ بتجنن. عجبتكم؟ كثير. حلوة. أني معاكم كمان. الله يخليك يا. أهلا يلا. من مصر أهلا وسهلا. أهلا بيك. من مصر جيتوا الحفل. إن شاء الله. الله يخليك يا رب. خير الولاد. محمد القدس يا عصومي. أول شيء الله يعطيك العافية. كان بودي إنه يعني أستلم الميكروفون معاك وأساندك. لكن تعب الإجرين اليوم والله تعبنا من الساعة 9 وإحنا في المسرح. أنتوا جماعة اللي كنتوا نايمين ما لنا علاقة فيكم. بحكي عنه عن وليد. لا حفل رائع صراحة. اللي ما حضر راحت عليه، لكن إن شاء الله في حفلات قادمة في كل الدول العربية على رأسها يعني أحكي ولا أسكت؟ زي ما بدك. بدي أسكت. على رأسها أكيد دول عربية حبيبة غالية علينا، خلينا بدون تحديد إن شاء الله. يعني صراحة شوف، طالما إنه ما أعلن على الشاشة يستنوا الناس، لكن حفلة اليوم زي ما أنتم شايفين في تفاعل رائع. الجمهور متفاعل في قضية مهمة جدا، ألا وهي اغلب الاناشيد اللي تنشد جديده. لولو وجوجو كيفكم؟ الحمد لله. شو اخباركم؟ الحمد لله. انا شايف هون في نمر وفي غزال، هدول اي اغنيه؟ حديقه الحيوان. حديقه الحيوانات؟ حتغنوا على المسرح كمان شوي؟ ايش هذا الزهري؟ هلا سؤال، انا ما بعرف مين اكبر، جوان ولا ليليان؟ انا شوي كبير. انت شوي اكبر منها؟ عن جد؟ يا حياتي. طيب يلا هلا نشوفكم على المسرح وهتسوي اشي حلو صح؟ صح. الفا وبوباين قلم رصاص ومحاين، انا بكتب على اللوح وانتو بتقروا وراي. حرف الذال ذهب اصفر، حرف الراء راس دواء، حرف الزاي زيت وزعفر، حرف السين سمنه وسكر، والسكر خرج التحلاي. الفا وبوباين يلا حلوين فوق. هلا والله. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. قبل شوي انت نزلت من المسرح وخلصت دورك، كيف الاجواء برا؟ والله الاجواء جدا جميله صراحه، الجمهور بيجنن، المسرح بيجنن، كل شيء بيجنن، حفل جدا جميل يعني، جد يعني استمتعنا صراحه. اسمع ابو خالد، حتى لو تكبر يا بني اسمع لكلام الوالد، لا تتركني مستني. اسمع ابو خالد، حتى لو تكبر يا بني اسمع لكلام الوالد، لا تتركني مستني. ايش هالحلاوه على هالايامك. الله. حاليا احنا ورا الكواليس. جنى، ممكن نحكي انك انت تقريبا اول مره بتطلعي حفل لطيور الجنه في الاردن صح؟ صح. طلعتي زمان قبل 7 سنين بس لسه كنت بيبيه. طيب شو شعورك اول مره بتطلعي المسرح؟ متحمس كثير. وراح تفاجئ الجمهور باشياء حلوه؟ راح تعجبهم اكيد. الله يا جنى. طيب نتمنى لك كل التوفيق. عالساحة نزلنا نلعب لعبة الحجلة، والحجلة بدها طبشور، والطبشور في المدرسة، والمدرسة مسكرة بالليفل، والليفل بده مفتاح، والمفتاح ما عندنا طول، والمفتاح ما عندنا طول. نقدر تركن على حالك، ترى انت مو بيبي صغير، ولو جبت لنا وجبنا لك هذه محبة وقلب كبير، هذه محبة وقلب كبير، هذه محبة وقلب كبير.